تعالى بقى للحفلة يا باشا. حفلة بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجة جميلة. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروح دي؟ ايه الاصرار ده؟ صدق او لا تصدق، مجموعة فيها المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا. من يتصدر المجموعة؟ المغرب العربي الشقيق. مين في المركز الثاني؟ كرواتيا. مين في المركز الثالث وبيودع المونديال؟ بلجيكا. وكندا في المركز الاخير بثلاث هزائم. ايه يا عم رجراج الجمال ده والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعه دي؟ بصراحه بألف صراحه لفريق المغرب، للاداره الكرويه في المغرب، للي ماسكين النظام الكروي في المغرب. المغرب عملت ايه السنه دي؟ بتوصل كاس العالم، بتدي المهمه لمدرب وطني، بتصعد الى دور ال 16 في كاس العالم، بتاخد دوري الابطال للانديه الوداد، بتاخد دوري ابطال الكؤوس نهضه بركان، بياخدوا السوبر نهضه بركان، بياخدوا بطوله كره القدم النسائيه الحرس الجيش الملكي، وبيصلوا لنهائي كاس افريقيا للسيدات وبيخسروا بصعوبه امام جنوب افريقيا. هذه هي النهضه الكرويه. ده اللي سياده الرئيس كان بيدور عليه النهارده في شربين مع الولاد بتوع كابيتان. لما رحت المغرب وشفت الملاعب وشفت المشاريع وشفت الانشاءات وشفت الاهتمامات او الاهتمام اللي موجود هناك، قلت الناس دي تستاهل، وعملت لكم حلقه من فتره على اللي بيحصل. يعني ما حدث اليوم من المغرب الحقيقه يستحق عليه كل تحيه، يستحق عليه كل تقدير. عايز بس اوصل رساله لاخواتنا في المغرب، يا جماعه المصريين النهارده كانوا مغاربه، المصريين النهارده شجعوا المغرب بجنون بجنون. ما تفرجوش على المباراه الثانيه، ما كانش لهم علاقه ببلجيكا وكرواتيا. كانت كل هجمه، كانت كل لعبه لسفيان مرابط، لاملاح لما نزل، لياسين بونو، لحكيم زياش، للنصيري، لاي حد، كانوا في قمه الجنون مع الكره المغربيه، مع المنتخب المغربي. الحقيقه النهارده بنحبكم ومعاكم ووراكم وفي ظهركم. المغرب هو الفريق العربي الوحيد اللي اكمل. كان معاه تونس، بدلك كسب بطل العالم امبارح، فرنسا، السعوديه بدلك خسر امبارح من المكسيك، وقطر، قطر بدلك طبعا بحكم الخبرات، لكن المغرب، المغرب كمل. تعالوا نرصد بقى الفرحه مع زميلنا محمد طه في سوق واقف، هو كده بيقولوا هناك في قطر سوق واقف.